السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تسأل عن صحته؟ لا. أما عن ماذا تسأل؟ عن درجات الإيمان. الذي يغير المنكر، هل الذي يغير المنكر بيده إيمانه أقوى من الذي يغير المنكر بقلبه مثلا؟ طبعا يعني؟ نص الحديث هذا: ما لم يولد مفسدة، ما لم يولد مفسدة فالتغيير باليد أولى، لنص الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحد الأخوة قال لي عكس القصة. أحد الأخوة قال لي: الأولى أن من أسلوب الدعوة وخلال تجربته في الدعوة، أنك عندما تجد منكرا الأولى ترفع عنده درجة الإيمان فتنصحه وتتكلم معه. يعني هو تجربته الشخصية أولى أو كلام رسول الله أولى؟ طبعا كلام رسول الله. خلاص ارمي كلام صاحبك بس.